نحن بنشوف بعد التاريخ بعد سقوطه للسلطان الحميد الحرب العالميه الاولى وتفكيك الدول والانجليز والفرنسيين انتشروا في المنطقه واستلوا عليها مزبوط ولا وزعوا المنطقه بينهم وزعوا المنطقه كيكا. بينهم السلطان الحميد هو عارف انه بده تطلع حرب العالميه الاولى كل هدفه يا مؤمنين يا مسلمين تحت الرايه الاسلاميه الشغله الثانيه والمهمه المنطقه فيها ثروه والانجليز هي شافوها على زمن السلطان عبد العزيز بلش البترول يظهر والبترول بلش يكون في مجال الحياه في كل اي شغله البترول شغله مهمه باملاك مين الدوله العثمانيه في الجزيره العربيه في العراق في شمال سوريا كلها تحت المظله العثمانيه كلها تحت المظله العثمانيه من الاسباب غير البترول المعادن اللي تحت الارض الذهب يلي تحت الارض هذا كلياته في 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 هذا كان السلطان عبد الحميد كلياته كان داري لهذا الشيء كمان السلطان عبد الحميد في الخريطه الشرق الاوسط في بعض اراضي اشتراها في من ماله وسجلها بالطابو في اسمه مثل مصر وكركوك تعتبر 60% مصر وكركوك مسجله باسم مكتوب حتى موجوده في الارشيف سند خاقاني سند خاقاني يعني سند الطابو مكتوب موصل كركوك والأراضي في موصل كركوك يعني هذه أموال السلطان الخاصة اشترى نعم موصل وكركوك نعم وصارت كمان من 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 أمس حكيتها أنا في الجرائد التركية وعملوها منشيت صارت ضجة وصارت ضجة على في منبج. شمال على منبش والباب وعلى شمال حلب ومدينة حما وشمال حلم وجوار حما أراضي للسلطان عبد الحميد موجودة في الأرشيف التركي موجودة في إنه هي سلطان عبد الحميد شاريها بفلوسه أراضي السلطان الحميد في غزة أراضي في غزة في حيفا في القدس في مكة المكرمة في المدينة